مشروع بواجهة مباشرة على محور بن زايد وبإطلالة على البرج الأيقوني وحلقة وصل ما بين العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع. أهلا بكم، أنا مريم من شركة ريل سبيس للتسويق العقاري، وحكاية النهاردة عن مشروع العائد الاستثماري فيه قوي جدا. خلونا نبدأ حكايتنا النهاردة وهي عن مشروع إيفال تاور التابع لشركة كونتاكت. وطبعا وسبق وشركة كونتاكت نزلت بمشاريع تانية في العاصمة، في منها اللي اتبنى وفي منها اللي لسه بيتبني، وعلى فكرة هي كمان نزل الفترة اللي جاية بمشروع في نيو زايد. وعلشان ما نبعدش عن الموضوع بتاعنا خلينا في المفيد، وهو أين يقع إيفال تاور وبيتكون من إيه بالظبط. إيفال تاور موقعه تحديدا على محور بن زايد، وأول ما بتعدي من مدخل العاصمة وانت جاي من التجمع، عشان كده قلنا هو إن هو حلقة وصل بين العاصمة والتجمع، وده هيخلي الترافيك عليه عالي جدا لأنه بيخدم منطقتين سكنيتين بكثافة سكانية عالية، ده فضلا إن هو بيشوف البرج الأيقوني وقريب من منطقة الأبراج الصينية. مساحة المشروع حوالي 9100 متر، مبني على 30% من مساحة الأرض بارتفاع أرضي و17 دور. احنا عندنا الأرض والأور التجاري بالكامل، ومن الثالث لحد ال17 المساحة دي بتتقسم لتو تاورز، تاور فندقي بالكامل وتاور إداري بالكامل. وما تنساش ان لوكيشن المشروع مميز قوي. طب الدور الثاني احنا ما جبناش سيرته، الدور الثاني ده دور هيكون كله خدمي، يعني عباره عن استقبال للدور الاداري او التور الاداري والتور الفندقي. الاستشاري الهندسي للمشروع هو المهندس ياسر البلتاجي، وشركه الاداره هي شركه سي بي ار اي. طبعا متاح للبيع في الاداري والتجاري بمساحات بتبتدي من اول 60 متر، وانظمه السداد بتكون انظمه مختلفه وبتبتدي من اول 10% مقدم وتقسيط بيوصل لحد 10 سنين. للتفاصيل أكتر تواصل من خلال الرقم اللي في الفيديو أو سجل في اللينك الموجود في أسفل الفيديو.